الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طبعا داخل علينا الصيف، فإيش العطور اللي ننصح فيها بالصيف؟ العطور طبعا اللي ننصح فيها بالصيف اللي هي العطور الخفيفة، لأنه الجو بيكون حار ورطوبة وكذا، ف يعني لا ما ننصح بالعطور، لا ننصح بالعطور الثقيلة لأنها تضايق الناس وحتى تضايق صاحبها. لذلك بعض اللي ننصح فيه الأنواع طبعا مثل السبلاندد نوع خفيف وطيب، سيلفر سنت، الدنهل، سيكي ون، الكول ووتر، تومي بوي، بلاك اس ليكسز، دنهل فريش، ان هذه العطور خفيفه، انفيكتوس، النسائي، فانتازيا، رومانس، ميدنايت، كلها عطور احنا بننصح فيها بالصيف، عطور خفيفه وغير مزعجه. و لو سمحتوا شاركونا، اعملوا لنا اشتراك حتى ننزلكم كل شيء جديد في العطور وعالم العطور، لأن العطور عالم وعالم جميل.